شركة كاليدس شاركت أول مرة في معرض دبي للطيران 2017، واليوم الحمد لله نشارك أيضا بمجموعة مختلفة من الطائرات ومن المعدات. شركة كاليدس طبعا شركة إماراتية متخصصة في صناعة الطائرات وأيضا صناعة المعدات الآليات البرية. واليوم لأننا نحن في معرض دبي للطائران فنتكلم أكثر عن صناعة الطائرات. شركة كاليدس أيضا تم الحمد لله أن وقعنا عقد مع القوات المسلحة بشراء عدد من طائرات البي 250 بدر 250، وكذلك عندنا طائرات التدريب التي تم عرضها في هذا المعرض، ونأمل أن تجد طريقها إن شاء الله للخدمة في سواء دولة الإمارات أو خارج الإمارات. أيضا المعرض هذا معرض دبي للطيران متميز جدا وبه نسبة حضور كبيرة من جميع أنحاء العالم، فهذه فرصة لنا أن أيضا أن نقدم المنتج الإماراتي للدول الصديقة والشقيقة وجميع زوار المعرض على أساس أن يعني يتعرفون على منتج دولة الإمارات. المنتج المهم جدا في لتقدم شركة كاليدس في هذا المعرض هو طائرة البدر 250، طائرة قتالية تحمل أسلحة من صنع دولة الإمارات، أيضا شركات تابعة لدولة الإمارات مثل شركة إج والشركات الأخرى المصنعة في هذا المجال. كذلك نحن في إعداد تطوير نماذج أخرى من الطائرات اللي هي سواء طائرات بدون طيار أو طائرات التدريب المتقدمة، ونأمل إن شاء الله أن تكون هذه انطلاقة لمنتجات أخرى في المستقبل تكون أيضا أكثر تطورا وتشمل أكثر أيضا قطاعات أخرى في مجال الطيران.